السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فقد حث الشارع الحكيم على نفع الناس وتفريج كرباتهم وقضاء حوائجهم لما في ذلك من زيادة الروابط والألفة بين المسلمين. قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال سبحانه: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن نفع الناس من أعظم الأعمال والقربات. فروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه سائل أو وردت إليه حاجة قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله جل وعلا على لسان نبيه ما يشاء. وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وروى كذلك مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجاء رجل على راحلة فجعل يلتفت يمينا وشمالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، أي مقصود بالظهر الراحلة، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر أصنافا من المال حتى رأينا أنه لا حق لأحدنا في فضل. قال النووي في هذا الحديث: فضل الصدقة ومساعدة المحتاجين، وأن كبير القوم يوجه القوم إلى الصدقة وتفريج الكربات، وأن المحتاج يكفيه التعريض كما هو في حال هذا الرجل. أيها الإخوة الأفاضل، نفع الناس يكون على سبيل المثال بتسديد ديونهم وتفريج كرباتهم والإصلاح بينهم وإدخال السرور عليهم بأي وسيلة كانت. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد من حديث سعيد بن أبي بردة عن أبي عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل سلامة من الناس صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، وتحمل متاع الرجل على دابته صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، والمشي إلى المسجد صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. قال ابن القيم رحمه الله: وقد اتفق العقل والنقل وكذلك تجارب الأمم السابقة على اختلاف ألوانها وأجناسها على أنه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير الإحسان، التقرب إلى الله تعالى بطاعته والإحسان إلى خلقه، وبضدها من أعظم الأسباب الجالبة لكل شر. فما طلبت نعمه سبحانه واستدفعت نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة الأفاضل، مساعدة الناس وتفريج كرباتهم ونفعهم من صفات الأنبياء والمرسلين،
فهذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق مهما فعله به إخوته ومع ذلك لما جاءوا إليه كال لهم وأوفى لهم الكيل. موسى عليه السلام عندما جاءته المرأتين وذكر الله جل وعلا قصته في سورة القصص وكانت امرأتين ضعيفتين فسقى لهما ورفع الحجر عن البئر وسقى لهما، وكذلك أم المؤمنين خديجة بنت خويلد كما في الصحيح تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. وفي الصحيح كذلك في صحيح مسلم من حديث جابر قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، ما قال قط إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاؤه نعم. ويقول عثمان بن عفان رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد إن صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، فكان يتبع جنائزنا ويعود مرضانا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. وعلى فاعل الخير أو المحسن أو الذي ينفع الناس أن يحذر من المن، فإن المن يفسد العمل ويوغر الصدور. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. ومن أعظم أنواع نفع الناس تعليمهم العلم الشرعي، فإن حاجة الناس إلى العلم الشرعي أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. ففي سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وملائكته وأهل سماواته وأهل أرضه حتى النملة في جحرها والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك، اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.